لما يبدا دوري جديد ديما المباراه تكون الاولى تكون صعبه للغايه. كنت متوقع هذا، لكن كنت متوقع باش المباراه صعيبه، لكن كنت متوقع باش نكسب المباراه بثلاث نقاط. هذه احكام الكره. شفت الشوط الاول معناتها تقريبا كله حايزين عليه، احنا سجلنا نحام الفار، خلقنا الفرص، ضربنا على العارضه، عملنا كل شيء الشوط الاول. دخلنا الشوط الثاني بعزيمه اكثر من الشوط الاول، خدمنا مليح، ضربنا كيف كيف كره على العارضه قبل ما يسجلونا. تعرف اذا انت تضيع الاهداف تضيع تضيع تضيع، لازم المنافس باش يدور باش يرجع عليك ويسجل فيك، وهذه قاعده نتاع كره القدم. لكن ما يعنيش فريقي اليوم عمل كل كبيره وصغيره، خدم كل شيء، عمل كل شيء، سجل، تنحى، ضرب على العارضه مرتين، لعب على الاطراف، تحل من العمق، الكره ما حبتش وقت الكره ما تحبش، هذيك احكام الكره. على كل حال انا راضي بالمردود التام للذراري بتاعتي، الذراري بتاعتي للامانه مش راهم يورود، راهم ما قصروش من اول دقيقه حتى دقيقه، حبوا يجيبوا ثلاث نقاط، خدموا مليح، سواء كان الرونترون اللي لعبوا ولا حتى اللاعبين اللي دخلوا الشوط الثاني. لكن هذيك هي احكام الكره. بون، نقطة على أرضنا ما تعجبش مش هي، لكن أقل شيء نكون راضي على الأداء، الأداء كان ممتاز. الحين المباراة هذه تطوى، نفكروا في مباراة تطوى إن شاء الله، هذه مباراة مهمة جدا، إن شاء الله ما تنعوضوا ثلاث نقاط نتاعنا اللي ما خذيناهمش في بلادنا، إن شاء الله نجيبوهم من تطوى، نفكروا يكون عندنا أربع نقاط وبعد عندنا توقف إن شاء الله تكون فيه خدمة أخرى بإذن الله. لكن للأمانة نشكر الذراري نتاعي كل 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 فردا 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 وبرافو، ونقول لهم كونتوني اخدموا ارواحكم وهذا هو المردود وانا راضي بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.